سلمى كالعادة برحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على مواهب شابة سورية مميزة. كثير بنسمع عن تقنيات أعمال يدوية ورسم مختلفة، بس اليوم في معنا تقنية مختلفة، الرسم المسماري. معنا صبية اختارت المسمار ليكون هو طريقة بشق خط للرسم، لكن بقطعة فنية عالية الجودة. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الصبية الجميلة رهف عرعوري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني عم نتفرج نحن معك ونحن عم برص الغراض. أول شيء شكرا على صباحنا غير هلا رح تطلع بالكاميرا اللي عملتيها للبرنامج. خلينا نبلش أول شيء نحكي عن هاي التقنية، قديه صار لك تشتغلي بهالموضوع؟ هلا تقريبا صار لي 3 سنين بشتغل فيها. أول سنة كنت عم بجرب وحاول، يعني بعدين أطلقت مشروعي من سنتين. شفنا يعني اول ما اجيتي الوان وتفاصيل، ولما نقول مسمار يعني نحن دائما المسمار مرتبط بذاكرتنا بالقصص العمليه، الخشب، النجاره. اليوم لا، الموضوع مختلف. يعني اخترتي المسمار لتعملي لوحات فنيه جميله ومعبره، هيك فيها بعتقد حتى رساله انسانيه. رح نشوف بعض لوحات من شغلك ونحكي عنها. اول شيء كيف بلشتي؟ سمعتي عنه ولا انت هيك شفتي شيء جذبك بلشتي شغل فيه؟ هلا انا كنت حابه انه اعمل شيء هاند ميد، يعني انه شيء يكون مميز. فشفت مره انه صفحه صبيه هنديه عم تشتغله، فقلت لازم اجربه. صح، بلشتي تتعلمي من على الانترنت، ما عملتي دورات؟ هلا انا اخذت الفكره من الانترنت وانا بلشت اجرب لحالي. يعني انه هذا نتاج تجربه لوحدك؟ ايه لوحدي. ما شاء الله، مثل ما عم بتقولي اللوحه ما شاء الله على الشغل. خلينا نحكي تقريبا قديش بتاخذ وقت كل لوحه وابرز الادوات؟ تمام. هلا اذا لوحه بسيطه بتاخذ تقريبا 5 ايام، إذا معقدة بتاخذ أكثر، أسبوع 8 أيام هيك يعني. رهف، لما نحكي أعمال يدوية بالآونة الأخيرة عم نشوف كل الصبايا والسيدات عم يتوجهوا للأعمال اليدوية، لكن الموضوع معك مختلف، يعني عم نشوف طريقة مختلفة وجديدة. رد فعل الناس كيف كان عليها أول مرة اشتغلتي؟ لأنه في تفاصيل جدا جميلة ومعبرة، وبنفس الوقت في ألوان، وفي ممكن أي حدا ياخذ لإله لبيته لطفلته تحفة فنية ويحطها بالبيت. هلا أول شيء هي كانت إنه كيف، شو خطر لك إنه هي شغلة صعبة؟ صحيح، يعني بداية كله شغل أنت تعلمتيه لحالك. يعني أول فترة أنا عم بشتغل إنه أول لوحة إنه خلاص ما عاد بدي كثير صعبة لقيتها. بعدين قلت لا، لأنه صعبة صار مثل تحدي إنه بدي أكمل، بدي أجرب شو في شو بيطلع معي أكثر. فكنت لوحة عن لوحة حاول أطور، يعني مثل لوحة ما شاء الله حاط لها ماش مخمان مختلف. صحيح. أنا بعمل كل الألوان، عرفتي كيف؟ يعني أيام مثلا لبيبي بنعمل بهالمناسبة، عروسة تفاجئوا وحبوها، يعني حسيت إنه في إقبال عليها، إنه واو شيء غريب يعني. هلا عم نشوف في مثل تواصي، يعني مثلا مثل هي اللوحات، هي رنا بالاسماء. انت بتعملي شيء خاص لمناسبات او لحدا اذا بده شيء؟ هلا انا شغلي كله تواصي. هلا كله هدول تواصي. تمام. فحسب بقى المناسبه. هلا الصبيه هون بتحب القطات كثير، فهيك كانت حاببتها. هي عملتوا لها هديه؟ عملنا لها هديه قطه مع اسمها. هي ايموجي صبيه هي واختها بيحبوا كثير يستخدموه بالواتساب. فعملنا لها اياه نفسه. حسب. واذا العرسان كمان بنعمل لهم شيء انه بحس انه يبين مثل تعليق اللي الزواج. عندك اي هي. خلينا نرفع على الكاميرا تبعيتك لو سمحتي. تمام. هلا هيك هي تاريخ خطبه. فانه حبينا نحط التاريخ وهذا التصميم. بتكون اشكال تقريبيه لإلهم ولا لا؟ بتكون ايام ايام بنعمل، يعني بيكون بس ما كان متوفر هلا عندي. ايام بنعمل شكل تقريبي انه مثلا بيشبهون نفس شكل الشعر. ما علي نرفع شوي بس مشان تبين. اي تمام. وايام بيكون حسب هنن بقى، انه بدهم اياهم كرتون اكثر يكونوا. حلو. طيب رهف، خلينا نحكي عن اهميه التسويق لشغلك. اليوم كيف الناس ممكن تتعرف على شغلك؟ السوشيال ميديا قديش بتلعب دور بتسويق الشغل لتتعرفوا عليه اكثر، وبنفس الوقت لتبرزي هي الموهبه مو فقط في دمشق، فينا نقول في المحافظات وان شاء الله بالمستقبل للخارج ان شاء الله يا رب. هلا انا استخدمت الانستغرام حتى اسوق اكثر واعرف، يعني دائما بدايه ما كثير بيكون، يعني بتكون البدايه صعبه، يعني صعبه بالشغل وبالتقنيات اللي بدي استخدمها، وصعبه اني انتشر. فمره عن مره مره عن مره رفقات معارف، فكبرت الحمد لله الصفحه
وهلا انا اغلب لوحاتي في صبايا مثلا بتاخذها هدايا لبرا، بشحن كمان لبرا سوريا وضمن المحافظات كلها كمان. حلو. طيب خلينا نحكي شوي، يعني مثل ما انا شايفه هي خيطان ومسامير، يعني تقريبا المواد ما انا كثير مكلفه، يعني تكلفتها شوي بسيطة يعني مقارنة بغير مواد ممكن تستخدم. الخشب اللي عم تستخدميه، عم تستخدمي كتير شغلات يمكن العلاقة بالألوان أيضا، أي لون ممكن تستخدميه، أي تنسيق، شو ما كان الشخص حابب لون معين سألك عنه ممكن تعملي. هلا أنا كل الألوان بعمل، حتى أيام هلا مثل هاي حتى باخل مسامير، يعني في منهم بخون، في منهم حسب لون الارضيه، في منهم بتتركي على في منهم على بتركوا على نفس لون المسمار اللون الحديدي، في منهم بخون ذهبي اسود ابيض، بستخدم كل الالوان. يعني هلا حتى هي انه طلب ماشي جربت المخمل انه طلعت حلوه، بقى اي لون بعمله. اشارت نقطه، يعني اشرنا خلال حديثنا لنقطه كثير مهمه، هي طريقه الشغل تبعك والمواد والتكلفه. اليوم الوضع الاقتصادي صعب ومعيشي على الكل، قديش بتراعي ظرف الناس اليوم لما نقول انا حابه فعليا اعمل شغله مميزه وطعمه مميزه، هديه لحد عزيز على قلبي او للبيت، وبنفس الوقت ما بدي ادفع كثير، يعني بنعرف الاوضاع اليوم، قديش بتاخذي بعين الاعتبار هي النقطه؟ هلا هاي النقطه بالذات كثير باخذ فيها بعين الاعتبار. يعني اول شيء انا وقت اللي بحسب لانه اليوم بنسمع ارقام كثير كبيره للاعمال اليدويه للاسف، يعني هلا هو العمل اليدوي بيحطوا له رقم عالي كونه انه متعب، يعني انه هالقطعه صنعت خصيصا لهالشخص وبتاخذ وقت ومجهود وتفرغ. بس بحس المواد، هلا انا بدايه كنت حط مثلا انه تكلفه المواد زائد انه شيء بسيط لتعبي. وقت تجيني صبيه بتقلي انا كثير حابه شغله بس انه المبلغ مو قد ميزانيتي، انا هون قلبي ضعيف، يعني انه لا خلص بشيل، بس بعطيه حق التكلفه وبقول انه هالمره ما يعني ما بدي اخذ اكثر. ان شاء الله الكل يكون لانه انا بحب اشتغل. يعني حلو قديش يكون في واحد عنده جانب انساني جميل. هلا انا لانه بحب الرسم وبحب اشتغل، عرفتي كيف؟ فانه انا هيك برضيه وبرضي نفسي انه انا عملت مثلا اشتغلت لوحه انا حاببتها. صحيح، ويعني هذا الشيء كثير مميز. نحن بدنا نشكرك على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق ويكبر هالمشروع الفني اكثر واكثر. يعطيك الف عافيه. شكرا كثير. اكيد بدنا نشكرك الصبيه الجميله رهف عرعوري على وجودك معنا، اكيد موهبه سوريه مميزه، بنتمنى لك يا رب مستقبل كبير، نشوفك واصل مو فقط في دمشق وخارج سوريا ايضا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك لوجودك معنا.